أي حال وصلنا إليه. نشتغل بالدنيا وتركنا الآخرة إلا قليلا. يتسلط علينا عدو لا قيمة له ليطالب في يوم من الأيام بمحاسبة شيخنا الخليلي مرجع الأمة وعالمها، طلع تغريدة يقول سنعزله. ما شاء الله، من أنت يعني؟ لكن يقول سترون، سترون هذا الصهيوني يعني ماذا يقول، يعني بملء فيه، يعني ما شاء الله له كلمته ويتصرف ويتدخل في شؤون الدول ويتكلم ويعزل من شاء ويعلي من شاء ويهدد ويتوعد، ما شاء الله. هل يجرؤ أن يقول مثل هذه الكلمة على رئيس الصين ولا روسيا ولا فضل عن أوروبا أو عن أحد من مراجعهم في الفاتيكان مثلا كما قال رجل الدين؟ هل يجرؤ؟ لكن هن على أنفسنا وعلى غيرنا، ليس لنا وزن ولا قيمة بسبب معصية الله عز وجل.